مظاهرات لبنان، طرائف صور المتظاهرين تخطف أنظار المتابعين حول العالم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم. على عكس كل التظاهرات والاحتجاجات التي يشهدها العالم العربي خلال السنوات الأخيرة، تميزت مظاهرات لبنان ببعض المواقف الغريبة والطريفة والتي ظهر فيها الشباب اللبناني بشكل مختلف من أشكال الاحتجاجات، حيث أشعلت عدة صور غريبة مواقع التواصل الاجتماعي تم التقاطها خلال أول يومين من بدء المظاهرات في لبنان. ففي ظل الاحتجاجات وأعمال العنف، شهدت المظاهرات في لبنان بعضا من المواقف العاطفية والطريفة والغريبة لعدد من الشباب الذين التقطوا السيلفي في مثل هذه الأجواء. وخطفت الصور الطريفة التي التقطت لمظاهرات لبنان الأضواء للمتابعين للمظاهرات حول العالم، خاصة أن تلك المظاهرات يتابعها الملايين. وبين الإطارات المحترقة والهتافات الغاضبة، انتشرت آلات الشواء وحمامات السباحة المتنقلة وغيرها من الوسائل التي لجأ إليها متظاهرون في لبنان للتعبير عن آرائهم الرافدة للفساد وللتدهور الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، ولكن بطريقة فكاهية تخفف عليهم صعوبة الوضع الذي يواجهونه. وانتشرت صور لمتظاهرين ظرفاء شاركوا في الاحتجاجات التي تجتاح البلاد بطريقة فكاهية منحت للمظاهرات نكهة مختلفة. وفي إحدى الصور قام متظاهرون بوضع حمام سباحة مطاطي في وسط الشارع وقاموا بملئه بالمياه ليجلس فيه أحدهم بملابس السباحة حاملا علم لبنان. ولمواجهة الجوع، حول بعض المتظاهرين الاحتجاجات إلى حفل شواء، إذ قاموا بشواء اللحوم وتحضير الطعام في أحد الشوارع خلال التظاهرات. وفي صورة أخرى ظهرت مجموعة من المتظاهرين التي تبدو وكأنها من أسرة واحدة، وهم يجلسون على كرسي تحت مظلات ويحتسون المشروبات ويدخنون النرجيلة، وكأن الشارع تحول إلى مقهى لتبادل الأحاديث والأخبار. ولم تقتصر اللقطات الطريفة على المجموعات الصغيرة من المتظاهرين، إذ انتشر مقطع فيديو لمظاهرة ليلية حاشدة في مدينة طرابلس، وقد تحولت إلى ما يشبه الحفل الموسيقي بعد أن ظهر منسق أغاني على شرفة إحدى المباني القريبة وشغل أغنيات تفاعل معها المتظاهرون. وبالرغم من صعوبة الحياة في لبنان في ظل الغلاء والفساد والضرائب المتزايدة، أظهر اللبنانيون هذه الروح الفكاهية في التعامل مع واقعهم كطريقة يساعدون بها أنفسهم للاستمرار بالتظاهر لأطول وقت ممكن. ويسعى المتظاهرون إلى إيجاد وسائل تجذب اللبنانيين وتبقيهم في مواقع التظاهرات، أهمها توفير الطعام والمشروبات والمياه والمستلزمات الصحية والخيام. وهذه حالة موجودة في كل الثورات، وهي رسالة من المتظاهرين للسلطات مفادها أنهم لن يغادروا الشوارع والساحات وسيبقون إلى حين النظر في مطالبهم واتخاذ خطوات حقيقية لتحقيقها. وحول المتظاهرون الثورة إلى مشهد مرتبط بالثقافة اللبنانية، وما نراه في الساحات وفي المدن يشبه لبنان بالفعل، فالتنوع الموجود في الثورة يشبه لبنان الغني بالتنوع الثقافي والديني والمذهبي، وهي حريات مضمونة في البلاد. ووجود باعة المأكولات والمياه تظهر أن كل الطبقات الاجتماعية موجودة في التظاهرات، فالفقير كان يبيعهم في مكان معين لكنه يرغب أيضا في التظاهر دون أن يتخلى عن قوت يومه، لذا اتجه للبيع في التظاهرات ليقف إلى جانب رئيس مجلس الإدارة والموظف والعامل وغيرهم من اللبنانيين. كانت لبنان قد شهدت كارثة نشوب حرائق هائلة مساء الاثنين، اندلعت في منطقة أحراج الدبية بلبنان، وساعد الطقس الحار والرياح الشديدة على وصول النيران إلى المنازل في الدبية، أسفرت عن نزوح السكان بالمنطقة.
وما لبث الشارع اللبناني حتى اشتعل مرة أخرى بالمظاهرات مساء الخميس احتجاجا على فرض الحكومة ضريبة جديدة على استخدام تطبيق واتساب، حيث ساعد قرار الحكومة إلى جانب الحرائق التي شهدها لبنان على إشعال فتيل الغضب اللبناني الذي ظل مكتوما طوال 3 سنوات الماضية. فقام اللبنانيون بالاعتصام وسط بيروت للتعبير عن رفضهم لسياسة الحكومة ومعاناتهم من الفقر وتدهور الاقتصاد بالدولة، حيث يعاني لبنان من انخفاض النمو وتداعي البنية التحتية، ويعد لبنان من أعلى الدول التي تعاني من عبء الديون. وعلى وقع المظاهرات أعلن وزير الاتصالات اللبناني محمد شقير ليلة الجمعة التراجع عن فرض هذه الرسوم بناء على طلب من رئيس الحكومة، وبعدما كانت الاحتجاجات تطالب في بدايتها بوقف الضريبة الجديدة أصبحت تطالب بإسقاط نظام الحكم القائم على المحاصصة الطائفية. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير وإلى اللقاء إن شاء الله.